نعيم يا سيدو، امام له ابي، امام له، الله يرضى عليك، امام له. امرك يا ابي، امرك. هيا هعطرك كمان يا جوده. قويه الريحه لك يا فيصل. قويه يا نعيم. نعم عليك، يرحم والدينا ووالديك. يا سيدي تعرف، خلي عمي. شو خلي ما خلي، من طول عمرك بتشيلي داني تاخذ جوتك مسيل. يا سيدي معوضين. شغل الصاب عصام؟ اللي اليوم ما فتحت تمك ولا حكيت لنا سيره، شو الصاب؟ ما حسيبك نحن بجودات ولو، بس انت من وقت ما قعدت عند مني هون على الحلاقه وانت في تمك حكي وطابع يعني. والله كنت متمني اسمع هذا الحكي منك انت. لا لا، مني انا؟ شو قصدك؟ قصدي اني شامم ريحه سرقه صارت بالحاره. شو ها؟ سرقت شو هي؟ سرقت شو لك عمي؟ سرقه؟ يعني حرامي سطع على واحد من حارتكم ولطش له مصاري؟ أعوذ بالله على الحكي يا أبو جودة، اثنين الحكي هذا. لا يا أخي، هذا الحكي مو صحيح. مو صحيح يا أبو عصام. ولي موصلك الإخبارية هي غلطان وستين غلطان. السلام عليكم. أهلا بالعقيد. أهلا وسهلا. أهلا بالعقيد أبو شهاب. نعيم أنا أبو جودة. الله ينعم عليك، يرحم والدينا ووالدينا. إن شاء الله نعمت له صغري. لكان على كيفك. ما بيأثر أبو عصام. يا سيدي، ولا أنا مستأذن، يكون عندكم شيء حديثكم تحكوه، يعني ما في داعي نعطلكم. إيه لا لا، ما في شيء أبو جودة، تعود لنعزمك على شيء، ما هي حلوة. مشكور عقي، جاياتك تدن رايحات. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. عليكم السلام. شو وصلتوا؟ يا سيدي وصلت له أخبار، دريان بكل شيء صاير امبارح بالحارة. يا باطل، وأنت شو قلت له؟ شو بدي أقول له؟ تنقال أقوال إن شاء الله. أنا لا علمي ولا خبري ولا كان ولا صار. يا علمي جاي يا روج على همان يا فرعون، شمشمت الكركونات حافظين على الغيب أبو شهاب ولو. يلا يلا صهري يلا مشي، خلينا نلحق الصلاة ونروح على الاجتماع لعند الزعيم. يلا يلا.